السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتي بيتي مملكتي. ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم نقوم بتحضير البليغه على الطريقه المغربيه من الحلويات المغربيه المشهوره في رمضان. كتجي لذيذه ورائعه، مكونات جد بسيطه وسهله. الى حبيتوا تعرفوا كيفاش عملتها، يلا شوفوا الفيديو الاخر وفرجه ممتعه للجميع. لعمل الوصفه نحتاج الى نصف كيلو من الدقيق الابيض، 200 غرام من السمسم المنقى والمحمص، ربع لتر من حليب دافئ، 125 غرام من الزبدة، ربع ملعقة صغيرة خميرة العجن، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات بيكنج باودر، 2 ملاعق طعام من ماء زهر، نصف ملعقة صغيرة من القرفة، 2 ملاعق طعام من الخل، رشة من الملح وعسل طبيعة الحال اللي سبق لي وعملته فيديو سابق، يمكنكم تشوفوا. هنحط لكم الرابط أسفل الخانة. و 100 غرام من اللوز المنقى والمقلي بطبيعة الحال للتزيين. هذو هم المكونات. الآن نبدأ بطريقة التحضير، خليكم معايا آخر الفيديو. حاجه نقوم بها هو اخذ العجان اللي غنخلطوا فيها المكونات. يمكنكم تستغنوا على هذه العمليه وتعجنوا باليد العادي، ومن بعد غنضيفوا المكونات كلها، كل من الطحين والسمسم والقرفه والخميره، يعني المكونات كلها اللي سبق لي ذكرت لكم، وكذلك الزبده بعد ما ذابت لنا وصبحت على درجه حراره الغرفه. وكذلك نقوم بالتخليط بالقليل قليلا، يعني حتى يتجانس جميع المكونات على درجه متوسطه. من بعد غنقوم باضافه الحليب بالتدريج. كيف كتعرفوا انه الحليب، لانه الطحين في نوعيه اللي كتاخذ كميه اكثر من السوائل والعكس، لهذا يستحسن تضيفوا الحليب بالتدريج باش تحصلوا على القوام المطلوب والمرغوب. انا بالنسبه ليا الحليب اللي عملته كله كفاني في بالنسبه للطحين ديالي بهذا الشكل، هذا بقيت كنضيفه حتى كملته بالكامل. من بعد غادي نعلي سرعه عاليه مده 5 دقائق وانطفي عليها. كيف قلت لكم عجنوا باليد حتى هو كيجي مزيان، يعني اللي ما عندوش عجانه ماشي مشكل. وهذا هو العجين اللي حصلت عليه بهذا الشكل، كيجي بهذا الشكل، القوام ديالو ما كيلصقش، كيجي رائع. من بعد نحطه في طاوله الفرد وغنعجنوا قليلا بهذا الشكل، هذا غنجمعه باش نحصل على كره. ومن بعد نحطه في بلاستيك الغذائي مده تقريبا 10 دقائق باش يرتاح، ونرجعوا نكملوا باقي الخطوات. وهنا فاش ارتاح العجين غنقوم بقسمه لجزئين باش تسهل عليا العمليه، وغنقوم بالفرد ديالو. واللي بالله خفتو يلصق لكم العجين يستحسن تضيفوا قليل جدا من الطحين، مع انه ان العجين ما كيلصقش، ولكن من احسن اعملوه يعني دالي وباش تاكدوا انه ما غاديش يلصق لكم في طاوله الفرد. ومن بعد غادي ترقوه جيدا لانه العجين فيه الخميره، لذلك يجب ترقوه مزيان باش من ما يتنفخش لكم كتير. ومن بعد غنقسمو بهذا الشكل هذا، وباش نعملو مربعات متوازي الاضلاع، يعني عملوا من عينيكم ميزاكم، او يمكنكم تعملوا اي طابع عندكم مربع. ونبقى على هذه العمليه حتى نقطع العجين بالكامل. ومن بعد غادي نقوم تسكيرو من الجوانب بهذا الشكل اللي كتشوفوا، حاولوا تسكروه مزيان باش من تكونوا تقليو ما يتحلش لكم العجين. ولا كانت لكم العجينه يعني ظابطه مزيان، لانه هاد المكونات ظابطين يعني ما غاديش يتحل لكم نهائيا في القلي، وغادي تشوفوا من بعد الفيديو. ونبقى على العمليه حتى نكمل. هنا مرت عمي يعني حماتي راه كتعاونني، حتى هي كانت عندي ساعدتني، كنشكرها بهاد. السلام عليكم. وعم نعمل حلويات المغربي شو اسمه بليغات اسمه بليغات، عم يعني عم بتعلمني هي
مرت ابني وكثير شاطرة بالحلو والحمد تعمل حلوة طيبة كثير. ما انت كمان بتعلميني شغلات كثير تعلمتها من عندك وكتبت هذه من على طريقة حماتي مرت عمي. نحن نعمل مشبك بنقول له مشبك ان شاء الله شي مرة نعمل لهم فيديو فيه مشبك. اي والله اي والله اي والله الحمد لله هي حلويات رمضان. ايوه وان شاء الله بتاكلوهم بالهنا اللي بدي ياكل منهم. اي والله حماتي بتستحي. انا اللي اول مره يعني هذه بعملها. ايه بس سهلين ماما. ايه والله سهلين بس ايه اول اشي ايه ما بدهم شيء مثل الشباكيه. مره اكلتي الشباكيه عندي؟ ايه مثل الشباكيه. ايه منيح. كله منيح كله من ايدك مليح. الله يخليك يا حلوه يا غالي. الله يخليك ماما. نرد عليكم ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها راه كتجي رائعه ولذيذه بزاف وسهله التحضير في رمضان مغذيه وصحيه. اها بس يمكن تشوفوها اهلك. ها ايه ايه ودابا علينا غير نكملوا نفس الخطوات ونرجعوا ثاني نكملوا باقي الطريقه. وهنا بقينا انا وحماتي خدامين حتى كملنا انا وياها تعاوننا عليها حتى كملناها بالكامل. كان يوم رائع وممتع بصراحه ملي كيكون حدا شي حد معك يعاونك وكيتسلى في نفس الوقت. وكنشكرها بزاف بهذا المنبر والله يخليها لينا. وهنايا الحلوه باش كملتها هي هذه وزائد صينيه اخرى يعني خرجت كميه كثيرا. وهنا جهزت الزيت والمصفات اللي غنحط فيها الحلوة والعسل والمصفات اللي غنحط فيها العسل. من بعد حطيتهم بهذا الشكل هذا بعد ما سخنت الزيت بطبيعة الحال وخليتهم مجرد يصيروا ذهبيين مباشرة خصكم تشيلوهم تحطوهم في ورق النشاف لأنهم كيكملوا الاستواء من بعد لأنهم كيكونوا سخان. لهذا لازم خصكم تخليهم بس ذهبيين وتخرجوهم مباشرة يتسقطروا قليلا ومن بعد ضعوهم في العسل بهذا الشكل هذا. والعسل اللي سبق لي عملته فيديو سابق يمكنكم ترجعوا ليه كيجي رائع وممتاز وما كيخربش لكم الحلوى لانه ثقيل وعاقد بحال المحلات. خليته قليلا بدا دقائق يتشرب العسل ومن بعد حطيته في المصفات باش يستقطر الزوائد من العسل اللي غير مرغوب فيه بهذا الشكل هذا. وبقيت على هذه العمليه حتى كملت باقي الحلوى اللي عندي. وهنايا باش تسقطرات اخذت اللوز وغنقوم تزينه وغنوضع حبه او حبتين. يمكن لكم تستغنوا عن العمليه حتى نكمل باقي. ايه هذا الواحد يداريهم شوي تدي لهم نصائح منشان ايه منشان ما يتكسروش الحلويات. الحلويات يتكسروا احلى هيك حاولوا ما يحركوش بقيموا بحطوا عليهم العسل. اها ايه وبيمشي الحال ان شاء الله ومأكول الهنا. ايه ايه والله وبيجي سهلين ما بدهم شيء وبعدين سهلين ما بدهم شيء. كيف واحد عم يعمل شيش براك؟ ايوه انا عملت مثل شيش براك. عملت مره شيش براك. ايه ايه والله عملته للبنات في الفيديو. ايه والله طيبين. بيمشي الحال وشوي شوي. انا لاول مره يعني بعم شوف انه عم تعمله مرت ابني. مره اكلتي عندي الشباكيه كمان مثل هذاك مشبك نحن من انه انه كمان بيطلع مثل اللي بالمحل يعني. ايه ان شاء الله شي مره بنعمل لهم فيديو في مشبك والعوامه كمان تجي كل طيبه. كل العوامه والمشبك كلهم حلويات رمضان. ايوه ايوه والله بضل يحط علينا لان العسل صار قليل وبضل يحرك بيحطه من بغطيهم كمان اللي ما بيطعن يعني بيجيش عسل بالسيطة. ماما علمتني شغلات كثيره للاكلات اللي حطيت لكم في الفيديو الى الفضل فضل الله وفضله فضل الله. وهي اللي علمتني بصراحه اكلات لبنانيه لان انا ما كنتش بعرف الاكلات ديال لبنان وهي اللي كانت بتوريني يعني بتشكرها. لا لا الشكر لله سبحانه وتعالى بس
مثل يعني ورق عريش ما بيعرفوش ورق عنب إيه. ورق العنب أيوة. ما بيستعملوا الكبة باب مقلية كمان ما بيستعملوا بعد ما عملتش اليوم الكباب طيبين كباب فيك تحط الشيش بارك ما بيعملوا شش بارك هذا كله اكل ما بيعملوش كله هذا اكل لبناني ما بيعرفوا التبولة كله هين تبولة كمان عملتها انا بيوتيوب كمان كمان هذه ما كانوا بيعرفون هلا صارت تعرف وبس بدها تروح على لبنان يعني بتفتح لها شي مطعم شي مطعم هذين والله ضحك وان شاء الله تعجبكم البليغارة كتجي لذيذه بزاف بالنسبه للناس اللي عمرهم ما عملوها يجربوها راه جد لذيذه وصحيه في رمضان يعني فيها اللوز وفيها السمسم يعني ومغذيه يعني مشبعه مثل ما كيقولوا اتمنى تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم اي والله كثير حلو حلاوات المغرب هذا وشك النهائي للبليغات كيجاو بهذا الشكل الرائع والجديد لذاذ بزاف نتمنىكم تجربوها بصراحة تستحق التجربة خصوصا في شهر رمضان إن شاء الله يدخل لكم الصحة والسلامة مغذية يعني مكوناتها اللوز والسمسم كتجي لذيذة وفي المائدة ديالنا الرمضانية من الحلويات المعروفة في المغرب والمشهورة البليغه والشباكيه وهنا زينتها رشيت عليها القليل من اللوز حتى هذا الشكل كيجي رائع ولذيذ الا ما بغيتوش تعملوه لوزه في الداخل رشوا فقط من فوق كيجي لذيذ نتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه ولعجبتكم ما تنساوش تعملوا لايك وتشتركوا في قناتي والى اللقاء في الملتقى القادم ان شاء الله سلامه